بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع إن شاء الله معكم القراءة في كتاب ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح، وقد وصلنا إلى الحديث المنقطع. نعم، أخذنا المرسل، قرأنا في المرسل، الآن نقرأ في كتاب في درس المنقطع. وهذا الكتاب طبعا متوفر في المكتبة الشاملة، وطالما أنه متوفر في المكتبة الشاملة نقرأ من خلاله إن شاء الله، ولا حاجة لنا بالنسخة المصورة. ودائما دائما أقول في بداية كل درس لابد لنا من مراجعة الدروس التي قبلها، الدروس التي أخذنا مثلا درس الحديث المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ يجب أن نراجعه، نقرأه ثم نتابع في الحديث المنقطع. نعم، يعني دائما عليك أيها الأخ، أيها الزميل، أيها الأخ الطالب، يعني عندما تقرأ في كتاب لابد أن تعيد، ما يعني تطالع ما أخذته في الماضي، حتى يعني تعرف ما سنأخذه اليوم إن شاء الله تعالى، حتى يكون هناك يعني كما يقولون تسلسل، يعني حتى يكون هناك تسلسل وعدم انقطاع. إذا كان هناك انقطاع في المعلومات هذا يعني أنه يوجد انقطاع في الفهم، يعني يجب أن يكون هناك تسلسل. وحتى يكون هناك تسلسل يجب أن نراجع المعلومات دائما، الدروس الماضية قبل البدء في الحديث الجديد. معرفة المنقطع، يقول ابن الصلاح رحمه الله النوع العاشر معرفة المنقطع، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، يعني بينه وبين الحديث المرسل. الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي، الذي أسقط منه الصحابي، يرويه التابعي هكذا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرويه التابعي بلفظ يعني يسقط فيه الصحابي، هذا الحديث المرسل. الحديث المنقطع يقول فمنها هناك فروق بين يعني الحديث المنقطع وبين الحديث المرسل. ما هي؟ منها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة علوم الحديث. ماذا قال الإمام الحاكم؟ أن المرسل مخصوص بالتابعي، المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي. المنقطع الذي لم يذكر فيه لا التابعي ولا الصحابي. المرسل هو الذي يعني أسقط فيه فقط الصحابي كما يقولون، هذا مخصوص، يقول أنه مخصوص بالتابعي فقط، وأن المنقطع منه الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي، يعني ما قبل التابعي، تابعي التابعي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى منقطع. وفيه راو لم يسمع من الذي فوقه، طبعا لم يسمع من التابع، والساقط بينهما غير مذكور، لا معينا ولا مبهما، يعني لا يوجد يعني الساقط ما قال مبهم، يعني ما عينه كاسم ولم يبهمه حتى. الإبهام كيف؟ كأن يقول يعني كما أخذنا في درس المرسل، رواه رجل، أو أخبرني رجل، أخبرني صحابي، هذا هنا يبهم الاسم، أبهمه. ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل، رويت عن رجل، أو شيخ، حدثني شيخ، من هذا الشيخ؟ لا نعرف، يعني هذه كلها ألفاظ مبهمة، رويت عن شيخ، رويت عن رجل، هذه ألفاظ مبهمة لا نستطيع تأكيد هذا الرجل أو هذا الشخص الذي يعني أبهمه الراوي. مثال الأول ما روينا عن عبد الرزاق، عبد الرزاق في مصنفه، طبعا عبد الرزاق صاحب المصنف المشهور، مصنف عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثير، عن حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين،
إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا يقول يثيعن عن حذيفة، حذيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين. يعني إذا تمعنا في هذا الحديث نجد أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة نجد أنه يعني هنا يعني متصل، لكن عند لفظ عن هذا عن يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع. يعني عندما يلفظ الراوي عندما يقول يعني عبد الرزاق عندما يقول عن سفيان، هذه عن كلمة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، وتحتمل الانقطاع وتحتمل الاتصال أيضا. لكن من يعرف هذا الأمر الانقطاع والاتصال؟ أهل الاختصاص، أهل الحديث. فيقول إذا تأمله الحديثي يجد فيه صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين. أين؟ لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. عبد الرزاق لم يسمع من الثوري يقول، لم يسمع من الثوري هذا الاتصال، هذا الانقطاع الأول، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي. نعم، النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري. يعني هو أسقط راوي عبد الرزاق رحمه الله صاحب المصنف، أسقط هذا الراوي. هو سمع من النعمان، النعمان هو الذي سمع من سفيان الثوري، هو الذي سمع من سفيان، فهو أسقط راوي، فهو هنا يوجد انقطاع، وعبر عنه بلفظ عن، لذلك هنا يوجد انقطاع يعني في السند. ولم يسمعه من الثوري أيضا، ولم يسمعه من الثوري، لكن حدثه عن الثوري. نعم، هنا انقطاع في موضعين. أيضا هنا يقول لم يسمعه الثوري أيضا، الثوري ما سمعه، الثوري يقول عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق، أليس كذلك؟ سفيان الثوري عبد الرزاق لم يسمع من سفيان الثوري، وسفيان الثوري أيضا لم يسمع من ابن إسحاق، وإنما سمعه من شريك، من شريك الراوي عن أبي إسحاق. نعم، يوجد انقطاع في موضعين. الانقطاع الأول أن عبد الرزاق لم يسمع من سفيان، وإنما سمعه ممن؟ سمعه من النعمان بن أبي شيبة. نعم، والثوري أيضا، الثوري يرويه عن أبي إسحاق. حقيقة سفيان الثوري أيضا لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما سمعه ممن؟ سمعه من شريك، سمعه من شريك. فالانقطاع هنا في موضعين، فهذا يقول ابن الصلاح الانقطاع هنا في موضع. ومثال الحديث الثاني، الحديث الأول قلنا مثلنا له، مثل له في هذا الحديث الانقطاع في موضعين. مثال الحديث الثاني، الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وذكر الحديث الله أعلم. ومنها ما ذكره ابن عبد البر هنا عن رجلين، هنا يقول عن رجلين، من هم رجلين؟ هنا يوجد إبهام، يوجد انقطاع، يعني عندما يوجد إبهام من هؤلاء الرجلين، يعني يوجد انقطاع. إذن هنا يعني الإبهام لا يمكن، من هم الرجلين؟ نريد أن نعرفهم. إذا هنا يوجد انقطاع. هذا مثال للحديث المنقطع، يعني عندما يقول الراوي حدثني رجل، حدثني شيخ، هذا انقطاع. وهنا الحديث الثاني هذا مثال عن رجلين، من هؤلاء؟ من هذين الرجلين؟ لا نعرفهما. إذا يوجد انقطاع. ومنها أيضا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين. ابن عبد البر ذكرنا أن المرسل مخصوص بالتابعين، التابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الصحابي، إذن هو مخصوص يعني هنا يوجد انقطاع، وهنا يوجد إرسال. المرسل هو من يعني هو حتما فيه انقطاع، لأنه أسقط منه الصحابي. والمنقطع شامل له ولغيره، يعني بصورة كل مرسل منقطع،
وليس كل منقطع مرسل، ليس العكس، كل المرسل هو منقطع، لكن المنقطع هو أشمل، المنقطع شامل، له يشمل المرسل ويشمل غيره يعني. نعم نعم وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. يعني المنقطع منقطع فيه رجل، يعني سواء كان مبهم رجل شيخ ذكره بصيغة رجل شيخ، الراوي ذكر الراوي بصيغة رجل أو شيخ، هذا منقطع. الشيء الآخر أنه يعني لم يذكر فيه تابعي، أو لم يذكر فيه تابعي التابعي، أو لم يذكر فيه صحابي، فهذا منقطع. فالمنقطع شامل، شامل يشمل المرسل ويشمل غير المرسل. ما هو المعضل؟ وسنأخذه إن شاء الله، سنأخذ المعضل في يعني الدروس القادمة بإذن الله، لربما بعد المرسل بإذن الله عز وجل. نعم، بعد المنقطع، بعد المنقطع نأخذ المعضل بإذن الله عز وجل. نعم نعم أيضا يعني، ومنها قلنا المثال الأول مثلنا له، المثال الثاني وقلنا منها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، هو أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عند كل ما لا يتصل إسناده. وهو عنده يعني عند ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، نعم الشرح الموطأ، وهو عنده كل ما لا يتصل، ما لا يتصل إسناده، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. ومنها أن المنقطع مثل المرسل، المنقطع مثل المرسل يقول، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب، يقول ابن الصلاح هذا المذهب أقرب، صار فيه إلى طوائف من الفقهاء، إلى طوائف من الفقهاء وغيرهم. يعني الفقهاء يقولون المرسل يحتج به بعض، يعني يحتج به الإمام الشافعي، يحتج به بمراسيل ابن عبد الله بن المسيب، فهذا يعني هنا يوجد تساهل، ليس كغيره، غيره لا يحتج، نعم غيره ليس بحجة، نعم وغيرهم. وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم درسنا في المرسل أن المرسل خاص بالتابعي، تابعي التابعي يسمى منقطع، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه ما دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك. مالك عندما يروي عن ابن عمر، تابعي التابعي عندما يروي عن صحابي، هذا فيه انقطاع ويسمى منقطع. أما المرسل فهو خاص، المرسل خاص بالتابعي، والتابعي فيه شمول كما درسنا في بحث المرسل، يعني يشمل صغار أصاغر التابعين وأكابر التابعين، نعم يشمل الجميع. هذا والله تعالى أعلم. ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر البغدادي في كتابه. الخطيب البغدادي أيضا يقول، الخطيب البغدادي يحكي عن بعض أهل العلم أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه، موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا غريب بعيد، وهذا غريب بعيد، هذا القول قول ابن الصلاح يعلق على قول أبو بكر البغدادي، الخطيب البغدادي يقول المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه، وهذا لا يمكن يقول، والله أعلم. نعم يعني المنقطع يذكر فيه لا يذكر فيه الصحابي، لا يذكر فيه التابعي، لا يذكر فيه تابعي التابعي. أما المرسل التابعي فقط لا يذكر الصحابي، هكذا والله تعالى أعلم. هكذا يقول ابن الصلاح رحمه الله وأحسن إليه. إلى هنا إن شاء الله نقف، وفي الدرس المقبل إن شاء الله نأخذ معرفة المعضل، الحديث المعضل، ما هو الحديث المعضل. إلى هنا نلخص ما أخذنا، الحديث المنقطع الذي فيه انقطاع ممن دون التابعي،
يعني تابعي التابعي فمن دون، إذا لم يذكر التابعي ولم يذكر الصحابي هذا يسمى منقطع، وهو من أقسام الحديث الضعيف طبعا، هو من أقسام الحديث الضعيف كما مر يعني. نعم، هل هو كمثل المرسل؟ المرسل خاص بالتابعي، يقول ابن الصلاح يعني ملخصه خاص بالتابعي، التابعي عندما يسقط الصحابي هذا خاص، وأيضا إذا أسقط تابعي التابعي التابعي والصحابي هذا يسمى منقطع، ما دون التابعي يسمى منقطع. هذا والله تعالى جل وعلا. إلى هنا نقف إن شاء الله، بارك الله بكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم، واعذروني على التقصير ومعذرة ومسامحة. أن نحن كنا نقرأ في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح، أذكر هذا تذكير، نعم، المؤلف رحمه الله اسمه الكامل عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، أبو عمرو تقي الدين المعريف المعروف، مشهور بابن الصلاح، مشهور بابن الصلاح، نعم. طبعا حقق هذا الكتاب شيخي وشيخ مشايخي نور الدين عتش رحمه الله وأحسن الله إليه وغفر له ونفعنا بآثاره، وهو جزء واحد، وهذا الكتاب جزء واحد، نعم. ونقرأ من الشاملة حتى نعتاد على كيفية فتح الكتاب، كيفية فتح الكتاب يعني كيف فتحنا الكتاب، نحن كيف فتحنا الكتاب، جئنا إلى هنا نخرج، أذكر كيف نفتح كتاب، نأتي إلى هنا نكتب هنا مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح هذا الكتاب الذي أريد أن أقرأ به، يعني أريد فتحه، أتاني مقدمة ابن الصلاح، أضغط عليه مرتين نقرتين، يفتح لي الكتاب، يفتح لي الكتاب، يفتح لي الكتاب. وكما أشرت لكم أحبتي، هذه العناوين، هذه عناوين الكتاب، فتح الكتاب، هذه عناوين الكتاب، هذه الصفحات، ونقلب بين الصفحات. إذا أردنا كتاب، إذا أردنا عنوان محدد نضغط عليه، ما علينا إلا الضغط عليه. أريد أن أبحث في المنقطع، أكتب المنقطع مثلا، يدلني رأسا إليه، لا يوجد عنوان المنقطع، المنقطع ما كتبت الكلمة، المنقطع، إذا كتبت المنقطع وأعطيته علامة بحث يرشدني إلى المنقطع. إذا كتبت مثلا أريد أنا أن أكتب أن مثلا الحديث المدرج، أبحث في الحديث المدرج، أكتب كلمة المدرج هنا ثم أعطيه بحث ينقلني إلى القسم، إلى معرفة المدرج في الحديث، هذا هو معرفة المدرج. يعني جدا العمل على الشاملة وتصفح الكتاب سهل جدا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق إن شاء الله، ونبقى إن شاء الله إلى أن ألقاكم في الدرس المقبل إن شاء الله. أرجو مراجعة ما قد مر، يعني أوصي نفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالإخلاص، وأوصي نفسي بالإخلاص ومراجعة ما سبق أحبتي، يعني العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، أرجو مراجعة ما سبق، يعني نحن وصلنا إلى المرسل والمنقطع أخذناه اليوم، أرجو مراجعة معرفة المقطوع، الموقوف ما هو، المرفوع ما هو، المتصل ما هو، المسند، الدروس الماضية، أرجو يعني مراجعتها من خلال هذا الكتاب. تستطيعون إنزال تنزيل هذا الكتاب يعني من البي دي إف، تقرأون من البي دي إف، تقرأون من الشامل إذا كانت لديكم، لا مشكلة، المهم أن نقرأ ولو كل يوم، ولو كل يوم صفحتين، صفحتين كل يوم، يعني من يريد طلب علم الحديث ولو كل يوم نقرأ صفحتين، يعني والله يعني يكون لنا يعني بإذن الله عز وجل يعني إلمام، وسيكون لنا يعني إن شاء الله يعني نصعد السلم درجة درجة بإذن الله عز وجل. كل صفحة صفحتين، يعني لا تأخذ وقتا كثيرا، قراءة فقط قراءة. وإذا كان لديكم أي استفسار، أي يعني أي تواصل، يعني نستطيع أن نتواصل مع بعضنا، الحمد لله هناك وسائل التواصل يعني موجودة وسهلة، يعني ما علينا إلا المراجعة، ما علينا إلا المطالعة. نعم، أوصيكم بالمطالعة، أوصيكم بمراجعة الدروس السابقة، أعانني الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا نقف بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.